يعني ذكرى القاضية، وما أجمل ذكرى القاضية. وليالي زي دي هي ما بتقارنش بليالي كتير جدا في تاريخك مهما كانت البطولات. فذكرى القاضية هتفضل حاجة كل مرة هتفتكرها هتحس بقدر من السعادة، هتحس ان انت بتسترجع صورة جميلة جدا قدامك. ولكن في تفصيلة مهمة جدا دي بقى من الجانب اللي يخص جينات النادي الأهلي ويخص عقلية النادي الأهلي ويخص تفسير حاجات كتيرة جدا تخص المنافس لما بيوصل قدامك وبيتحط في لحظات انت بتتفوق فيها والمباريات بتقرب تنتهي والمباريات بتقرب تخلص وانت بتتقدم. نسمع الفيديو ده عشان نفهم الفكرة كويس. لما قفشة حط الكورة ودخلت جوه الشبكة شعورك كان ايه؟ بصيت على الوقت، اول ما جون جه ما فكرتش في اي حاجه غير في الوقت. انا كنت فاكر، ما كنتش متابع الوقت خالص لان كانت احداث الماتش سريعه والماتش كان سريع جدا. بصيت على الوقت لما لقيت الدقيقه 85 او 86 عرفت ان احنا مش هنعوض. يعني انا ما قلقتش على فكره، اول ما الجون جه ما كنتش قلقان. يعني ما شفتش قفشه حط الكره في ابو جبل ما قلقتش. ايه الرياكشن اللي جالك في ثواني؟ ما كنتش قلقان والله. لقيت اول ما بصيت على اللوحه ولقيت الوقت، لقيت ما فيش وقت. اوعى ابدا تستقل بمفاهيم زي الاهلي بمن حضر، زي بلاس 90، زي روح الفانيلا الحمراء. كل دي حاجات انت بتزرعها في اللاوعي بتاعت المنافس، هي اللي خلت حازم امام احد كباتن نادي الزمالك في اللحظه دي لما يشوف يقول لك انا بصيت لقيت الدقيقه 85 86 قلت خلاص مش هنرجع. انت متخيل لاعب في موقف زي ده وفي نهائي ولسه عندك وقت اضافي؟ طبعا يعني بنشكر الشناوي طبعا، يعني ادى حته كده بتاعت الانذار. الانذار ده انا بعشقه، يعني احب طريقه التفكير ده، انا بعز الانذار ده معزه. وانا كنت بموت وقت الانذار ده، هموت يا شناوي، هموت يا شناوي. فطبعا الحته المهمه جدا ازاي انت بتحط، مش ما كانش حازم امام بس، انت بتوصل رساله على مدار سنوات. اللي بنى ده ايه؟ اللي بناه كابتن عماد متعب، واللي بناه لعيبه كتير جدا في تاريخ النادي الاهلي، علاء ميهوب في الثمانينات، ربيع ياسين، واحنا عندنا مع النادي المصري لوحده في كاس مصر. لا، وفي بطوله في كاس مصر ما كانتش اصلا البطوله مذاعه وكانت في الراديو والكهرباء فصلت جماهير المصري قبل الفريق المصري على انه بطل، ولقوا ان النادي الاهلي هو البطل. وعشان كده هو ده يا جماعه، انت بتبني ده على مدار سنوات عشان ترسخ بعد سنين في لحظه مهمه حاجه تساهم في اللقب، انك وصلت للفريق المنافس انك انت مش هتقدر ترجع. وعشان كده برضو كان اتكلم فيها كابتن ميدو فكره ان انت الاهلي شاطر جدا في حته انه يحط في دماغ المنافس حاجات وتوصل للاعبتك، لا انت حاسس ان انت مش هترجع طالما النادي الاهلي اتقدم، وهو نفسه قالها قبل كده. والمكسيك والارجنتين سجل الثاني، وكده الارجنتين يعني انقذت نفسها من الخروج المبكر. انا مش عارف، حاسك مش مبسوط كده. لا لا خالص والله، انا السعوديه بس بفكر فعلا، انا نفسي السعوديه تعمل حاجه. ما طالما احنا مش متوقعين في المجموعه دي توقعات صح، يبقى انا بالنسبه لي السعوديه بقى العروبه. صح، دلوقتي العروبه ما كانتش قطر عروبه، ما احنا قلنا عروبه. يعني احنا بنحط الناس في الاحداث، اللي الارجنتين تقدمت طبعا بالهدف الثاني، ولكن نقطه مهمه جدا نتكلم فيها فارس. ولكن الحقيقه العقل الواعي او اللاواعي للاعبي نادي الزمالك كان فيهم واحد فقط لا غير، اللي كان منفصل عن القصه دي، وهو عمر السعيد. كان نازل وعنده يقين واحساس ان هو هيسجل هدف التعادل، وهذا لم يحدث. لكن يعني بما اننا جبنا كابتن حازم امام وبنتمنى له طبعا ان هو يعني في خلال شهر يناير ان شاء الله وصفقات يناير ان هو يلتحق باي نادي او يقدر يعني يبرم تعاقد مع اي نادي. عارفين كابتن حازم امام كان موقع مع نادي الزمالك ولكن تم الاستغناء عنه بعد تاريخ طويل مع نادي الزمالك، واكيد لاعب لمنتخب مصر على فترات، فنتمنى له طبعا التواجد في الملاعب ويجد نادي في شهر يناير ان شاء الله. لكن لاعب اخر هو ما كانش موجود في الملعب، كان موجود على دكه البدلاء، كان له تصريح اخر يعني اشد واقعيه من تصريح كابتن حازم امام، وهو بيقول ان خلاص مش هنقدر نفوز والدقيقه 86. نشوف جنش وهو بيتحدث عن لقطه هدف محمد مجدي قفشه. شفت ازاي خساره نادي الزمالك بطوله افريقيا؟ لان انت كنت متاثر جدا جدا. طبعا انا كان حلم ليا ان انا اخد البطوله ديت
كنت هتبقى خدت كل حاجه. اه دوري وكاس وكونفدراليه وسوبر وافريقيا وكل حاجه. انا كنت حاسس ان الدنيا هتدي يعني ضلمت كده. ليه؟ كان نفسي اخد البطوله ديت زي اي حد. حسيت ان هي ضلمت ازاي؟ ما كنتش مصدق بصراحه ان احنا خسرنا، بالذات في الوقت دوت. انت كنت ماسك الماتش وماشي بشكل كويس واللعيبه ادت اللي عليها وفجاه فانت فاهم مش عارف بقى اللي حصل بصراحه. انا كنت يعني لغايه دلوقتي انا متضايق حقيقي، يعني الموقف صعب جدا. وفعلا يعني اي حد مكان لاعبي نادي الزمالك ومشجعي نادي الزمالك، ولو كان العكس لا قدر الله، كان فعلا الدنيا هتسود حرفيا في وقت اللحظه الابداعيه دي من محمد مجدي قفشه. دي كانت ذكريات او بعض ذكريات يعني مباراه القضيه والاحتفال بذكرى القضيه ممكن الثانيه.